متخرج. عرفي؟ نعم يا اختي؟ كنت هبلت يا بنت؟ يا ابن الكلب، لا يا ده انت حطيتها في دماغك بقى. انت ايه يا شيطان؟ بس مفيش شيطان قصير كده. مين صاحب الفكره دي يالا؟ سيبه لو سمحت يا محمود. انا مش فاهم ايه اللي مدخلك ما بيننا. الست دي بكره هتبقى مراتي وهي مش قاصر. اطلع انت منها بقى. ها؟ ساكته ليه يا بنت الناس؟ اه يا بنت الك. لو على ايه؟ ده انا كل اللي مصبرني عليك ابوكي، بس لو فاهمه ان انا هسكت على الكلام ده تبقى غلطانه. لو نطقت بكلمه هتقول له ان انت ابتزيتها وخرجت معاها والراجل اللي شافكوا اللي في الورشه شاهد عليكوا، وهي حكيت لي على كل حاجه. ساعتها ابوها هيشاهد الراجل اللي شافكوا وهتبقى انت في الشارع يا نجم. والله العظيم يا حلاوتكم انتوا الاثنين. قالوا انا اللي فاكركم قاعدين بتتكلموا في توضيب شقه الزوجيه. هنحط السفره ورا باب الشقه. طب الكرانيش لونها ايه؟ اداريكم بتتفقوا عليا. طب وحياه امك، لا هكون بكره رايح لابوكي وحكي له على كل اللي حاصل. ولو على الشغلانه تولع الشغلانه اللي توقفني اريال. ادي اخره الجدعانه. لا يا محمود، هم ما يقصدش. انا عارفه انك جدع والله، ما يرضكش ان ابويا يقتلني. مين اللي قال لك؟ ده انا نفسي ابوكي يقتلك ويولع فيكم انتوا الاثنين بجاز وسخ. وهتشوفي بكره يا سلوى. اما انت بقى حلو فده عربون محبة لحد ما اشوفك بكرة. ايه؟ يا الحكاية هتقف على كده ولا هيفضلوا حاطيننا في دماغهم؟ دماغهم؟ هم دول عندهم دماغ يا جدع. انت شايف بيصوروا بالموبايل في عز الضلمة. دلوقتي هم يفرحوا ويحسوا انهم انتصروا الانتصار المبين. وماله؟ احنا بقى نهدى شويه ونرجع للشغل القديم. الحلال في بركه يا كامل، ولا نسيت؟ لا ما نسيتش، ربنا يقوي ايمانك. كلها كام شهر وينسوا. نطلع احنا اللي تحت البلاطه، نجيب شويه بضاعه نشتغل فيهم كده على الهادي لحد ما نقع على مصدر نجيب منه البضاعه اللي احنا عايزينها. وربنا يبارك لنا في الند، بعدنا عن اي حد وما حوجناش لاي حد. بس انا خايف. لا ما تخافش يا جدع. خايف من ايه؟ انا خايف الناس بتوع الدلتا يستغيبونا، يقوموا يدوروا على مصدر غيرنا ويشتروا منه. وماله؟ نفتح اسواق جديده يا جدع. الصعيد، احنا ليه مهملين الصعيد يا كامل؟ الصعيد محتاجنا يا جدع. بس انا ما اعرفش حد في الصعيد ولا اعرف صعيدي. يعني انا اللي اعرف؟ يا عم هي مسلسلات صعيدي اسبوع، تقعد تقر فيها كده شويه تلاقي نفسك بتتكلم صعيدي، انت بس اللي متشائم على طول. انا مش متشائم، ربنا يخليك للغلابة دي، احنا بنتعلم منك. بارك الله في الشباب، ربنا يبارك فيكم وفي سواعدكم ويبارك لنا فيكم يا رب. انا كنت عايز امد ايدي معاكم انا والاخ كامل نساعد ونرمي، بس يعني قلنا احسن تفتكروها خدعة ولا حاجة. كنت فين من زمان؟ عشان تمنعوا اللي زي من الحرام، تقطعوا اي ايد تتمد للحرام. استسماح يعني؟ ممكن نسخة من الكليب؟ يا فندم اللي حصل ده أكيد مؤامرة خارجية. حد جاي من بره اسكندرية. مش ببرر فشل يا فندم، أنا متحمل المسؤولية. يا فندم أنا حبيت بس أعرف حضرتك إن لا يمكن يكون ورا الحادثة دي أي عنصر من العناصر المرصودة جوه اسكندرية. كله يا فندم تحت المراقبة. يا فندم حتى اللي بعد المراجعات ووقفوا عنف مش عاطين حد امان خالص، كله متراقب. يا فندم اكيد من بره اسكندريه. انا مش مبرر. انا لو ما وصلتش يا فندم للي ورا الحادثه دي انا هقدم استقاله فورا. معاك يا فندم. فعلا يا فندم هي مذبحه. بس يعني اللي ماتوا كلهم 18 مش ميات زي ما بيقولوا. مش مبرر يا فندم والله. أنا آسف يا فندم. آسف. نعم يا سي زفت. مش ناقصاك خالص. عمال تتصل بقى بقالك ساعة. في ايه؟ طبعا ما جبتش الواد والدك على قفاك. انا مشغل معاه بهايم. عايزيننا نبقى الاف بي اي ونتنبأ بالحادثة قبل وقوعها وانا معايا بهايم.
سيادتك شوف اللي جوه الشنطه الاول بس يا فندم. فيها ايه الشنطه؟ جايب لي غياراته؟ اعمل بقى ايه؟ غور من قدامي دلوقتي يا فندم. لو سمحت شوف اللي جوه الشنطه وسعادتك هكافئني اني ما ضربتش على الواد نار ولا قتلته. كان زمانه سيبه اتدفن معاه. طيب يا سيدي وريني اللي في الشنطه واياك تطلع حاجه تافهه. هطلع غل كله فيك. يبارك فيك يا باشا. مصحش يا باشا. اقعد. تشرب ايه؟ مصحش يا باشا. العفو يا باشا. خلاص سكرك كام؟ 3 معالق. بعمل لك النسكافيه. عايزك تركز معايا بقى. عايزك تحكي لي كل حاجه حتى لو شايفها تافهه. قلت لي كان في حد فيهم خراط ولا كلهم ميكانيكيه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه مالك يا جامد؟ مفيش اسماعيل. مفيش اسماعيل. وانا اللي قلت ان انت هتيجي مبسوط ومزقطط وفرحان وعامل دماغ. اوعى يكون الحاج شافكوا. هو ده اللي انا كنت عامل حسابه. ما انا قلت لك لو كنت رديت عليا وسمعت نصيحتي اللي لوجه الله ما كانش كل ده حصل. طب وانت هتعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه في ايه يا اسماعيل بس يا اخي؟ انا جاي تعبان وعايز انام. سيبني في حالي بقى. ماشي ماشي سيبني في حالي دلوقتي يا اسماعيل. ماشي وانا اللي قاعد قلقان وبهر وانكت في نفسي دلوقتي. مفيش اسماعيل. ماشي خلاص. طب اسال احمد كده لما اتكلمه انا كنت قلقان عليك قد ايه. احمد مين؟ احمد اخويا؟ اه ما هو قعد يكلمك لقى تليفونك مقفول جه على هنا وكان شكله كده مش طبيعي ومقلق. كان عايز الشنطه اللي سابها لك امبارح. عاصم قفش عليه وما كانش عايز يديها له. بس ما تقلقش انا وقفت معاه واديته الشنطه عشان يلحق يسافر رشيد. امتى حصل الكلام ده؟ ده من يجي ساعتين. ما انت طبعا نايم في العسل ومظبط حالك يا معلم. مظبط ايه وعسل انت الاخر؟ انا ناقصك. استنى ما اكلمه. على فكره يا ولد عم اخوك عمل عركه كبيره تحت. كنت واقف انشر خلاجاتي بصيت لقيت صوت عراج جاي من تحت ولقيت اخوك بيجري على العربيه وطلع طلعه امريكاني. بعد شويه لقيت واحد بيجري وراه بمسدس بس ما لحقوش يعني. مسدس؟ الله اكبر. أبو الهول سكت ظهراً ونطق تخريفاً. أنا كان قلبي حاسس إن الراجل ده بيشرب بانجو في السر. أنا مش قلتلك؟ مالكش صالح فين يا أبو عمه؟ أنا كلمتك؟ أنا عم أكلم الباشمهندس. طب ما قلتليش ليه يا أبو رحيم؟ وأقول لك ليه؟ أنت صالحك إيه بالحكاية دي يعني؟ كنت هتعمل له إيه؟ أنا قلت أقول للباشمهندس بس عشان أطمن على أخوه. على فكرة يا باشمهندس أخوك ده طلع واعر جاوي في السواقة. طلع ولا الأفلام. احمد موبايل مقفول يا اخي. لا ده مرض وراثي في العيله بقى. مالك يا حوده في ايه؟ ما تقلقش الجدع اللي اسمه عبد الرحيم ده دماغه في الليمون يعني ما تاخدش على كلامه. زي ما قال لك عاصم كده يسكت وينطق تخريف. وبعدين مسدس ايه وامريكاني؟ احنا عايشين في شيكاغو يا عم. عبد الرحيم بيتكلم صح. وانا جاي الدنيا كانت مقلوبه وسمعتهم في الميكروباص بيقولوا ان في كنيسه جنبنا انفجرت. المباحث والمخبرين مرشقين في كل حته تحت. دول شافوا بطاقتي 3 مرات. ايوه بس احمد ماله ومال الكلام ده؟ ده لسه عيل. هو صوت الفرقعه اللي كان من شويه ده صوت انفجار كنيسه؟ ايه ده هي لا تكون مبسوط وفرحان. اعوذ بالله يا اخي هفرح على ايه؟ قالوا لك عليا جزار. هو بكره بقى هيقرفونا لو اللي زي وتفتيش وقرف في اللجان واستدعاءات للمديريه وشوف بطاقته. حاجه توجع القلب بالظبط زي ايام كنيسه محرم بيه. انت يا بني ادم انت ايه؟ ما عندكش دم؟ بيقول لك في كنيسه انفجرت، يعني اكيد فيها ناس ماتوا. ده بيقول لك فوق ال 200 واحد ماتوا. ما احنا معزولين عن العالم بالدشمه اللي احنا عايشين فيها دي.
شايف؟ بيقول لك فوق ال 200 ماتوا، وانت كل اللي همك هيحققوا معايا، هيوقفوني في اللجان. انت بني ادم انت ايه؟ انت ما عندكش دم، انت بني ادم عجيب اصلا، ما تتعاطف مع الناس اللي ماتت حتى. والله انت مالك يا اخي؟ مالك ومال؟ عايز مني ايه؟ ها؟ اقعد صيح عليهم دموع انت لو عايز، اقعد، لكن تسيبني في حالي. وبعدين ايه القرف ده؟ مش كفايه اني عديتك اللي انت عملته لما اخوه جه ياخد الشنطه؟ هو ده يا احمد في حاجه؟ لا، بس ما كانش عايز يديله الشنطه. اصل البيه انت ما تعرفش، ده نصب نفسه امير للشقه واحنا ما نعرفش. لما بقى يستدعوك في المديريه ويحققوا معاك او يوقفوك في اي لجنه، يبقى قول لهم انا امير الشقه عشان يعاملوك معامله الامره ويدوك المنفخ الاميري. يا ترى انت فين يا احمد؟ ايوه كده تمام. ده حتى لما يحاولوا يعملوا تتبع مش هيعرفوا يوصلوا لك. وانا بكره وانا جايه لكم الفيلا هجيب لك معايا شريحه جديده. لا بلاش، انا متاكد انهم هيراقبوكي عشان يوصلوا لي. ما تخافش عليا بقى، ده انا بقيت متدربه. انا عشان اقابل شادي غيرت 5 تاكسيات. حبيبتي النهارده مش مقياس، هما ملخومين باللي حصل في الكنيسه. اول ما يشوفوا اللي في الشنطه مش هيهدوا غير لما يوصلوا لي. وانت عارفه بقى هيثم، انت اول حد هيفكر فيه عشان يوصل لي. وايه الشنطه جات له على الطبطاب. يا عم انت مكبر الموضوع ده، الشنطه دي ملهاش اي قيمه قانونيه اساسا. كل اللي فيها شويه كتب وورق مطبوع من على النت وصور، يعني ما تعملش ربع قضيه محترمه. الحمد لله ان اللابتوب كمان ما وقعش في ايديهم. لا في دي بقى ما تقلقش، ده انا خبيتهولك ورا دولاب شامل شخصيا، اخر حته ممكن تخطر على بالي. اول ما الدنيا تهدى هجيبهولك واجي. مش عارف، قلبي لسه مقبوض، حاسس اني دبست الواد محمود معايا. يا عم هو ماله اصلا؟ ده انت انقذته فعلا. تخيل بقى لو كان لقيوا الشنطه دي عنده في البيت، كان هو شال الليل. ما تنسيش تروحي الورشه بكره وتطمنيه ان انا كويس. كان نفسي اكلمه بس خايف يكونوا مراقبين تليفونه هو كمان. حاضر هروح له بكره الصبح. اهدى بقى، هو انت ضامن الموضوع فيلة عمتك ده؟ مش كنا بيتنا عند حد من صحابنا في اسكندريه؟ اهو يدرى وسط زحمه الناس. لا اسكندريه دلوقتي خطر، كل ساعه تلاقيها مترشحه ظباط ومخبرين اكتر واكتر. طبعا لازم يلاقوا صيده يقدموها للرؤساء بتوعهم. وعمتي اصلا في مصر واهلي في الساحل، يعني محدش هيعرف ان احمد بيت معايا. المهم دلوقتي انت اول ما تطلع على طريق المعموره تكسر شمال بعد السيوف عشان تهرب من الكمين اللي بعديها. شفت الفشل؟ عمرك شفت لجنه ثابته في مكانها عمرها ما تتحرك؟ وقال ايه هم دول اللي هيمنعوا الارهاب. المهم كلميني اول ما توصلي على الفيلا من اي كشك. يلا خلي بالك من نفسك. وانت كمان. يلا خلي بالك منه يا شادي. ماشي سوقي. Yeah.
تحية دوحة تفتح. أنا عارف إنك صاحية لأنك عارفة إن أنا بحب أسمع صوت شخيرك وإنت نايمة. أنا عارف إنك زعلانة مني ومش عايزة تسامحيني، بس عايزة أقولك إن أنا فكرت كتير وعملت صلاة استخارة وتوبت. مش كده وبس، تاني من غير ما أقولك رميت البضاعة اللي عندي كلها في الكنال، وأقسمت على نفسي من هنا لحد ما أموت ما أكلك لا أنت ولا ولادي من الحرام. هتصدق كتير يمكن ربنا يغفر لي، وعايزك أنت كمان تغفري لي وتسامحيني. توتو أنا عايز أقولك إنني صورت كليبت على الموبايل بتاعي للبضاعة واللي برميها في المية، يمكن تصدقيني ومش هزعل منك لو ما صدقتنيش. بس أنا عايز أقولك يعني ما تنسيش إن إحنا في النهاية قرايب، أمك بنت خالت أمي، يعني دمنا واحد. أنت اتولدت وتربيت في رشيد، وأنا اتولدت وتربيت في المنزلة، والنصيب إننا نتجمع ونعيش في بورسعيد، نعيش أحلى أيام عمرنا. عايزك تصدقيني وتسامحيني لأن أنا اتغيرت فعلا. أقسم لك بالله وده وعد مني إن من النهاردة هعاملك بأحسن أسلوب. تصبح على خير يا حبيبتي، الموبايل اهو على الكوميدينو لو حبيت تشوفيه. سلام أختي. جايبهولي في انصاص الليالي على انه دليل نجاح المهمه، ده دليل اسود ومنيل عليك وعلى اصحابك. ما هو انت اللي الموبايل بتاعك تعبان مول يا عم الحاج. مولة ايه؟ بعافيه يعني. يا ضلالي، ده احنا لو عرضناه ده على شاشه سيما مش هنشوف اي حاجه خالص. معلش، هم اصل الاخوه ما عرفوش يشغلوا نظام النايت مود، بس انت لو دققت في الصوت شويه هتسمع صوت تش تش، ده صوت كراتين المخدرات وهم بيرموها في الميه. انت هتاكل دماغنا يالا، فز قوم روح لمراتك وعيالك. ايوه بس يا سيدي متشكرين. بس بذمتك بذمتك، ايه رايك في العمليه؟ قلت لك 60 مره زي الفل، ده اذا ما كانش شافع كلب عقل اصحابك حلاوه وخلاهم يرموا في الميه علب ملبس طوفي. انت هتشككنا ليه بقى؟ وانت كنت عايزنا نقول للاخوه يدوقوا المخدرات قبل ما يرموها؟ يا سيدي اني بهزر معاك، يلا قوم ورينا عرض كتافك. لا انا فاهمك كويس، أنا عارفكوا يا بتوع اليسار ما بتطقوناش عشان إحنا منظمين وإنتوا فشلة. يا ابني ما تخلينيش أغلط فيك على المسا، شوية وهتقولي إن العالم بقى فسطاطين زي بن لادن، وإنت فاهم يعني إيه يسار أصلاً عشان تتكلم عنه؟ شفت أهو طلع اللي جواك، إنت فعلاً زعلان. طبعاً زعلان، لأن كان مفروض أسلم شافع للشرطة بإيدي، بس ملعون أبو قلب الأب. انت لو كنت سلمته للبوليس كان طلع بعدها بساعتين، يا اما كان هيدفع رشاوي يا اما كان هيأجر محامي يخرجه منها زي الشعره من العجين. لكن الاخوه بقى بسم الله ما شاء الله خلصوا لك الموضوع كده، بصراحه حاجه تفرح. هو ايه بقى اللي يفرح في الموضوع؟ لما تعملوا نفسكم دوله داخل الدوله يبقى دي حاجه تفرح؟ انت لو بتفهم، لو بتفهم تبكي على حالنا. انت اللي بتقول الكلام ده يا عمي، انت الراجل المناضل بتاع النقابات اللي كان دايما يقول للناس انتوا لازم تتحدوا وتبقوا ايد واحده وما تستنوش الحكومه تعمل لكم حاجه لانهم هينحازوا لبتوع البيزنس. تزعل ليه بقى من جماعه تعرف ربنا زينا انها تتحد وتبقى ايد واحده؟ يا ابني افهم، في فرق بين النقابات والميليشيات. ميليشيات؟ ايه ميليشيات دي؟ ميليشيات يا جاهل. شوف يا ابني، النقابات بتطالب بحقوق الناس مش بتجيبها بايديها. احنا لو سيبنا كل واحد يجيب حقه بايده باسم الدين او باسم الشرف او باي اسم، خلاص مش هيبقى فيه دوله. النقابه جزء من الدوله، انت واصحابك بقى عايزين تعملوا دوله داخل الدوله. هقول لك ايه بس، انت مش هتفهم. لا انا فاهم كويس، انت فاكرنا ناس عينيها على السلطه وخلاص، لكن احنا مش كده.
احنا ناس عايزين نطبق شرع ربنا. الله يسامحك يا بعيد، يعني احنا اللي مش عايزين شرع ربنا؟ ولا انت لما جيت تطلب ايه بنت مني جيتني فين؟ في الجامع مش كده؟ وانت ما كنتش بتصلي من اساسه، كنت على طول لابت في قهوه السلطح عمال تشرب معسل متغمس بحشيش. فاكر ولا فكرك؟ ده معناه ايه؟ معناه انك اتجوزتها وانت كافر مش كده؟ لكن تبت والحمد لله وعرفت شرع ربنا. وانا اكره لك؟ والله ده انا فرحت لك، خصوصا لما فتحوا لك المحل وظبطوك اخر تظبيط. قصدك ايه يا عمي؟ نبرة كلامك كده فيها تلميح مش عاجبني. سيبك من الكلام ده دلوقتي. بما انك اتجوزت بنتي وانت غير ملتزم، فده معناه ان عقد الجواز باطل من اساسه، ويبقى انت عايش معاها في الحرام ولازم تسيبها. ينصر دينك يا عمي، ده انت تبقى خدمتني خدمة العمر والله. مستعد تقول الكلام ده في الاسم؟ بس يا حلو، عيالك هيتاخدوا منك لانهم هيعتبروا اطفال غير شرعيين. ايه؟ استغفر الله العظيم. الو، ايوه يا هدى، شفتي جوزك بيقول ايه يا حبيبتي؟ قال عايز يسيبك ويتجوز عليكي، وبيقول كمان على عيالك استغفر الله العظيم ولاد حرام. يا نهار اسود ومنيل، ايه اللي انت بتقوليه ده يا حماتي؟ عاجبك كده؟ يلا يلا يا جبان، تستجري تقول اللي قلته دلوقتي قدامها؟ وانا قلت حاجه؟ ده جوزك هو اللي بيقول. بقول لكم ايه، انا مش هخلص معاكم انتوا الاثنين، انا هكلم محمود واطمنه ان الموضوع خلص وكل حاجه بقت تمام. ما تدوش الواد، هو بينام بدري، بقى كلمه بكره. خلاص اتصل بيه بكره الصبح، ولو ما ردش هبعت له رساله عشان يكلمني واطمنه. اقعدوا بالعافيه، ولا بلاش، اقعدوا زي ما ربنا عايزكم تقعدوا. سلام عليكم. يلا يا جبان. وعليكم السلام. شفت اترعب ازاي؟ انما بنت بنتك دي كده كان نفسي اطلع زيها. انت زيها برضو يا فاطمه، بس ليكي طريقه تانية في الاحتلال. هي شبه الاحتلال الفرنساوي، غتيت ورخم، وانت شبه الاحتلال الانجليزي، ناعم وحنين ودمه خفيف. بس هو في الاخر كله احتلال. جاتك ايه؟ طب هات بقى، هات الموبايل اللي معاك ده. انت عايز اشوف الفيديو؟ مش باين منه اي حاجه. لا يا اخوي، انا ما بحبش اشوف الحاجات دي، ده انا حتى دمي بيتعكر كل ما بفتكر السيره دي. انا عايزه اعينه في مكان ما حدش يقدر يعتر عليه ابدا، ان شاء الله حتى الجن الاحمر. انا مش عايزاك تفضل شايله معاك وانت عمال تهتف كده في مظاهره، يقبض عليك البوليس يقلب في الموبايل، تبقى انت كده اللي سيحت لبنتك وكاننا ما عملناش حاجه. يا وليه بقول لك مش باين منه اي حاجه اساسا؟ بردك الاحتياط واجب. اقول لك، انا هطلع لك الموبايل اللي كان جابهولي محمود لسه في كرتونته، بدل ما هو مركون كده. لا يا اختي، انا مش عاوز اقعد انقل نمري وحاجاتي، انا همسح الفيديو ده وارتاح. لا اوعى تعمل كده، محدش ضامن حاجه، مش يمكن نحتاج له، مش يمكن الكلب اللي اسمه شافع ده يقل باصله مع البيت، اهو نبقى ماسكينه ولوين دراعه. وهنلوي دراعه بايه؟ بحته فيديو مش باين منه غير تش. الحمد لله ادي الحاجه اترمت في الميه وارتحنا. اصل الواد شافع ده مش سهل، ما ياخدش قرار الا لما يكون درس كل حاجه كويس. يا عيني عليك يا تحيه، البنت صعبانه عليا قوي. ربنا ينجيك يا حبيبتي انت واولادك. بقى الواطي جوزها كان بياكلها من حرام السنين اللي فاتت دي كلها، حسبي الله ونعم الوكيل. يا سلام عليك يا فاطمه، أصيلة والله، خايفة عليها زي ما تكون بنتك بالظبط. صحيح الأم هي اللي ربت مش اللي خلفت وبس. ما هي بنتي فعلا، أصل أنا قلقانة عليها قوي. الحمد لله على اللي احنا وصلنا له. الحمد لله. قولي لي بقى، أنت مش عايزة تقولي لي أنت مخبية الورق بتاعي فين؟ الورق بتاع الخلية العمرية اللي كنت عاملها، أصل اشتقت له وعاوز أقراه. ما تخافيش، أنا دلوقتي في السليم والزملاء عاوزين يريحوا من النضال. فين الورق ده بقى؟ طب بلاش، الواد محمود قبل ما يسافر كان هيتجنن على الباسبور بتاعه، كان عاوز يشوفه. هو فين؟ باسبورت إيه؟ ولا شفته؟ ومن إمتى أصلاً محمود طلع باسبورت؟ إيه؟ عليا أنا؟ يعني مفيش ثقة فيا؟
انت مش شفتيني يا فاطمه وانا بقول له انا مش هسمح لك تتمرمط بره وتسافر؟ بلدك اولى بيك. فين بقى؟ انا عاوز اعرف انت بتخبي الحاجه فين. جايز يعني انت ايه؟ مالك سكت ليه؟ ما تكمل. اطمن يا سيدي، لو مت هتلاقي في عبي ورقه مكتوب فيها كل حاجه وانا مخبيها فين. بعد الشر عليك يا فاطمه. طب ما انت حلوه وصحتك زي البومبة اهو، ومخبيه الورقه في عبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، هتعمل ايه يا رب؟ اسمحي لي ادور عليها. يا هو انا هعمل حاجه غلط؟ اختش ورقه تايهه يا ولادي الحلال، عاوز ادور عليها. اختش يا ناصر، انت اتعبطت ولا ايه؟ يا بسم الله الرحمن الرحيم. ده اسمه كلام برضه. عارف ان الوقت مش مناسب، بس بصراحه مش قادر اسكت. قلت لك يا احمد الملازم دي هتعمل لنا مشاكل، ما صدقتنيش. عارف انك هتبيض لو ما قلتش الكلمتين دول، بس على اساس ان احنا لو كنا مؤدبين ومحترمين والعيبه ما بتطلعش من بقنا، كانوا بتوع امن الدوله جم حضنونا؟ ايوه بس التصعيد خطر واحنا مش قده. امال عايزنا نعمل ايه؟ نفضل 100 150 واحد نتلم قدام محكمه ولا نقابه ونفضل نهتف لحد لما صوتنا يتنبح؟ لحد امتى هنفضل كده؟ لحد لما الناس تخرج تجيب حقها بنفسها، ملهاش حل تاني. وانت عارف ان ده رايي من البدايه. ولغايه لما المعجزه دي تحصل، ده اذا حصلت اساسا، هنفضل حاطين ايدينا على خدنا وناكل على قفانا زي غاندي من غير معزه؟ لا يا معلم، عليا النعمه ما هتتحل غير لما نوريهم ان في جيل مش هيسكت على ظلمهم وهيفضل وراهم لحد لما يغوروا. يا ابني افهم، واحنا بنواجه كام ظابط من بتوع الفراعنه في اسكندريه؟ ولا زمايلنا في مصر بيواجهوا ظباط امن الدوله بتوع مدينه نصر ولا لاذغلي؟ احنا بنواجه نظام بحاله، نظام بوليسي عمره 7000 سنه. ما هو ده الكلام بقى اللي انا ما بحبوش. قطعت تقول لي الكلمتين بتوع جمال حمدان اللي انت حافظهم على عيني وعلى راسي من فوق. بس انا عن نفسي هعمل اللي عليا وهشتغل، وزي ما تيجي تيجي، مش هقعد اتفرج على بلدي وهي بتتمرمط واقول كلام النخبه التافه ده. ماشي يا عم، طب قابل بقى التسييح والتهليل اللي هيعملوه بالشنطه دي، وبكره يطلعوا علينا كلابهم في الفضائيات والجرايد ويقول لك بصوا ادي العيال اللي بتقبض عشان تولع في البلد. يا عم ده كلام من على النت، وانت فاكر ان الناس هبله هتصدق الكذب ده؟ يا سلام، وانت دلوقتي بيهمك الناس؟ مش كنت يائس منهم من شويه؟ بقول لك يا احمد انت راجل هربان، واصلا ما حدش اتناقش مع واحد هربان زيك. تصبح على خير، نام وسلمها لربنا، والصبح نكمل خناق. استغفر الله العظيم يا رب. هو احنا بقالنا قد ايه يا جدعان ما حد يقول حاجه؟ والله ما انا عارف، انت شايف خدوا مننا كل حاجه، الساعات والموبايلات، ده حتى رباط الجزمه خدوه. ربنا ينتقم منهم الظلمه اعوان الطواغيت. شت وطي صوتك، اكيد حاطين كاميرات وميكروفونات في الزنزانه هنا عشان يراقبونا. انت بتتكلم بجد؟ بس انا مش شايف اي كاميرات. سيادتك بقى خبير امن ان شاء الله. بالله عليك بطل هاتش وفاتش، الله يكرمك، ده ملعون ابوهم كلهم واحد واحد. بقول لك ايه، اقعد خرف لوحدك، ابعد عني يا اسماعيل، الراجل ده بيخرف وهيروح في 60 داهيه. لا يا عم الله يهديك، الله يهديك، بلاش تخرف بلاش. لا اقول لك خرف انت واحنا مش هنسكت لك، عشان يعرفوا ان احنا اولاد حلال ومالناش في الكلام ده. انا مش عارف بس ليه ما حققوش معانا لحد دلوقتي، ده ما خدوش اقوالنا زي المره اللي فاتت. ما هو ما تنساش ان كنيسه القديسين كانت بعيده عننا، انما المره دي قريبه مننا قوي، عشان كده حاطيننا في اوضه لوحدنا وصغيره، وما معيناش حد زي النوبه اللي فاتت. انتوا جالين نفسكم ليه؟ العمر واحد والرب واحد، لو ليكم نصيب في حاجه هتاخدوها، هدوا نفسيكم وسيبونا ناموا شويه. يا عيني يا سيدي يا عبد الرحيم، طبعا ما هي ناقصاك، جالك نوم في الزنزانه يا عبده؟ ما تقعد تشجينا زي طول الليل. الحق يا عم ده سرق ضحكتك. لا بجد انا خايف قوي، المره دي المعامله مش طبيعيه. المره اللي فاتت لما اتقبض علينا انا وعاصم وثلاثه تانيين قبل ما انت وعبد الرحيم تشرفونا، اول ما كشفوا على اسامينا ولقيوا ان احنا مالناش دعوه بالجماعات مشونا على طول. ما فيش الا الاخ ده اللي قعد اسبوع لحد ما الحاج ضمنه وجاب له واسطه وطلعه. عشان كده قاعد مش على بعضك من الصبح، اوعى يكونوا عملوا معاك حاجه بطاله لا سمح الله. ليك نفسي تهزر؟ بتهزر؟ يوم ما يعملوا معايا انا يعملوا معايا حاجه بطاله وما يستجروا؟ ده انا كنت اطلع من هنا وارفع عليهم قضيه واخرب بيوتهم. الله يلعنهم.
الله يلعنهم، هما كده ما بيتشطروش غير على العباد الملتزمين اولياء الله، وسايبين الحراميه والفاسدين يرتاحوا في امان وسلام. يا عم ما كلنا عباد الله وقاعدين معاك في زنزانه واحده اهو، ما تهدى بقى يا شيخ عاصم. انت بتضحك؟ انت عارف ان انت بالذات يا عبد الرحيم اللي وقعتك سودة على موضوع ان معكش بطاقه ده؟ شفت هو فارد طوله بيقول للظابط ده اقتراح يا بيه، دول هينفخوك. بس وديني ما انا سايبك غير لما اعرف حكايتك. نفسي اعرف انت بتقعد تعيط طول الليل ليه؟ كان نفسي اسالك لما ناخد على بعض، بس خلاص بقينا رد سجون والحمد لله. احكي لك كيف بس يا بوي، انت مش بتقول انهم حاطين لنا ماركه فونات؟ لا حويت يا عبد الرحيم حويت، برضه مش هسيبك غير لما اعرف حكايتك. يا رب يا رب يكون في فعلا ميكروفونات عشان اقول لهم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نهايتكم سودا باذن الله يا كفره. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت بسرعه. يا رب كلك لقمه قبل ما العيال تصحى تنسي في الاكل ما تلاقيش لقمه تاكلها. انت بتعمل ايه؟ ببعت رسالة محمود. يا سلام على الصبح كده؟ ايوه اصل كان المفروض ابعتها له من امبارح بس نسيت، علشان اطمنه ان الدواء بتاع الحاجه وصل بالسلامه، عشان محمود ما يبقاش قلقان وهو بيشتغل يعني. ولو اني مش مصدقاك انما هروح انشر الغسيل وارجع لك تاني اقرا الرساله بنفسي. لا انا مسحتها خلاص بعد ما بعتها، اصل الذاكره بتاع التليفون بتاعي ممتلئه. ايه ممتلئه؟ بقول لك ايه، انا ما ياكلش معايا الكلام ده، اطلب لي محمود دلوقتي حالا افهم ايه الحكايه بالظبط. اصطبحنا وصباح الملك لله. في ايه يا هدى؟ مالك يا حبيبتي في ايه؟ مش مصدقاني ليه؟ مش انت اتاكدت بنفسك امبارح؟ ولا انا يعني لازم كل جمله اقولها لك احلف لك وراها بالمصحف عشان تصدق؟ فين الثقه اللي بينا يا هدى؟ ثقه موجوده يا اخويا. تحب اغرف لك؟ ايه؟ اجيب لك شويه ثقه في طبق؟ ياه للدرجه دي يا هدى؟ يا حبيبي خاف على صحتك يا اخويا، حبك توجعك من كتر الدهشه. الثقه فين الثقه؟ هو انا بعد ما شفتك بعناية دول وانت واقف بتتنحنح جنب شباك الوليه هصدقك ابدا؟ اطلب لي محمود اخويا حبيبي، هو اللي مش هيخبي عني حاجه ابدا. طبعا ما انا وقعت في عيله من اولياء الله الصالحين وانا الشيطان الوحيد اللي في وسطيكم. الله اكبر، انت اللي قلت. الحمد لله يا اخويا، متشكرين قوي من كرم اخلاقك. الهاتف الذي طلبته ربما اهو تليفونه مقفول، خدي اطلبيه عشان تتاكدي بنفسك. ولا بلاش، اشطفي ايدك الاول وبعدين اطلبيه، دي بقت عيشه تطهر. طب ما تتحرقش علينا قوي كده. بقول لك ايه يا ريس من النبي؟ هي الورشه دي بتفتح الساعه كام؟ اصل كنت جايب عربيتي عشان اصلحها بس الظاهر ان جيت بدري شويه. لا بدري يا استاذه، الحاج جابر ربنا يفك سجنه بيفتحها من الساعه 6:30 الصبح، الله يجازي ولاد الحرام بقى. ليه هو الحاج جابر جراله ايه؟ ده انا لسه كنت عنده امبارح الصبح وكان زي الفل. هو عمل حاجه؟ بيقولوا امبارح بالليل جت عربيات كتير اخذته من قلب بيته، ومش بس كده، دول اخذوا كمان الصناعيه اللي شغالين معاه في الورشه، كان مسكنهم في شقه فوق السطح اللي جنب بيته.